وسط أجواء شهر الرحمة والمغفرة، قام مجمع المصباح التربوي التعليمي بتوجيه دعوة للأطفال الأيتام وذوي الشهداء للإفطار، وسط أجواء فرح للأطفال ومسابقات وألعاب رياضية، بهدف رسم البسمة على وجوههم. بدورهم ذوي الشهداء وجدوا في الدعوة رغم بساطتها برهانا على أن دماء أبنائهم لم تذهب سدى. نحن فريق عمل عبارة عن مجموعة من الأخوات بمجمع المصباح، ارتئينا أنه هلأ بهالشهر الفضيل نعمل إفطار لزوجات الشهداء وأمهات الأيتام، لألهم ولأولادهم الأيتام وأبناء الشهداء، لحتى نقدم لهم شيء من الفرح بالإضافة للإفطار. يعني الغرض الأساسي هو تفريح هدول الأولاد ورسم بسمة على وجوههم من خلال الألعاب اللي عم نلعبهم إياها. قسمناهم لمجموعات، كل مجموعة من لعبة عدة ألعاب تناسب عمرها. نحن أمهات شهداء ولنا الفخر، هي لقمة بسيطة بس عم بتذكرونا، بتذكروا حبايبنا، بتذكروا شبابنا، ما رضا منهدر الحمد لله رب العالمين. بنشكرهم كثير كثير اللي عم يعملوا هذا عمل الخير وعمل كثير كويس لأمهات الشهداء والزوجات والأطفال، عم يلعبوا الأطفال. الأطفال عبروا عن فرحتهم بالمهرجان، حيث وجهوا الشكر لكل من ساهم بهذا الحفل، وأكدوا أنهم سيبقون على نهج آبائهم. نحن بنشكر مجمع المصباح اللي دعونا على هذا الحفل والألعاب، وبنشكره لأني دعونا على هالفطور، وراح نتم إن شاء الله على نهج آبائنا ونصير مثل ما هن علمونا إن شاء الله. مبسوطين كثير لأنه بنشكر كل من ساهم بهذا الأداء وكل من خلانا مبسوطين وخلى الضحكة على وشنا، ونحن هلأ رح نساهم نمشي على خط آبائنا اللي استشهدوا. أنا فرحان كثير لأنه جينا هون مجمع المصباح مشان عرفنا الشهداء احتفال برمضان. فعاليات كثيرة تحرص على تقديم كل ما يحتاجه الأيتام وذوي الشهداء لتعويض جزء بسيط مما يستحقون، تقديرا لتضحية آبائهم وأبنائهم في سبيل الدفاع عن الوطن. كان لابد من إقامة مثل هذه الفعاليات للأطفال من أجل مستقبل أفضل برسم الفرحة والسرور على وجوههم. من نبل والزهراء، مصطفى كوسى، الإخبارية السورية.